صباحكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الأحبة، وصلنا إلى فقرتنا دوائنا بغذائنا، وبصرنا اليوم نستضيف معنا بالاستديو الدكتورة ثواب الغبرة أخصائية التغذية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك أستاذة ثواب. وكنت متشوقة أشوفك من قبل، كنا تحت الهواء عم لك، واليوم قلت أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. ميت أهلا وسهلا فيك، منورتينا. لك الله يخليك يا رب، كلك ذوق. يعطيك ألف عافية يا رب. دكتورتنا الغالية، أكيد كل حدا فينا بيعرف أنه من الطبيعة نحن بنقدر نعمل كل شيء. يعني اليوم نحن وقت بنقعد بنقلب بالأنترنت بنلاقي كتير من الوصفات اللي هي من الطبيعة، كتير. يعني أنه دائما بقول أنا الطبيعة للغني وللفقير، بيقدر ياخذ منا اكيد سواء للعنايه بالوجه او سواء للعنايه بالجسم، للتنحيف، لزياده الوزن، لكل هي الامور اللي بتهمنا اكيد، وحتى لكثير من الامراض اللي ممكن نحن نعاني منها. فبهذا الخصوص عندنا صيدليه هائله ما نستخف ابدا فيها، لانه بالفعل النتائج يمكن تكون مضمونه اكثر من العقاقير اللي بندفع عليها الكثير الكثير من الاموال. شو بتحكي بهذا الخصوص؟ هلا بالفعل مثل ما قلتي بالبدايه، يعني رب العالمين زودنا بصيدليه رائعه جدا. يعني مثل اولا ما بقول لمريضي، صناعه رب العالمين غير صناعه البني ادمي. يعني نحن حتى وقت كمان بصيدليه الطبيعه بنستخلص بعلم العقاقير المواد الفعاله من النباتات وهالامور هي كلياتها، بنخلصها من الامور اللي بتخلي لها هالتوازن تبعها. سر صيدليه الطبيعه بالتوازن تبعها، يعني انه ما في دوس، يعني النبات على طول يطمئن استخدامه الانسان، حتى لو كان هذا النبات اساسا له جرعه سميه. لكن المشكله بصيدليه الطبيعه انه نحن نغفل الجرعه السميه للنبات، نغفل كيف استخلاص او زياده فعاليه الماده الفعاله. يعني في كتير نباتات نحن بنستهلكها وبنفكرها انه نحن اخذناها، ونحن لا نفقه قديش الماده الفعاله اللي هي نحن بحاجه لها، انه كيف بدنا نخليها افكتيف او مؤثره داخل اجسامنا. هي اللي نحن نفقه فيها اسمه علم صيدليه الطبيعه، لكن هي مزوده بعلم اسمه علم التوازن. يعني جماليتها انه اي ماده دوس ماده فعاله معينه زادت عن حدها في ماده بتكبح جماحها. بعكس علم الصيادله العقاقير تبع انه احنا اذا فوتنا مثلا هرمون او دواء او اي شيء يفتقد الى المنظم له، يعني نحن بنحطها بكميات غير ممكن احيانا تكون في لها تنظيم داخل اجسامنا. فهي هي الفرق بين مثلا الماده الفعاله الوقت بتجي عن طريق ماده كيميائيه او ماده فعاله بتجي عن طريق ماده طبيعيه. حلو. فالفكره هي الاساسيه، علم التوازن هو هذا اللي بيعمل لها السحر تبعها. حلو. يعني حتى دكتوره اليوم هيك بستثمر وجودك معنا لاقول لك اللي عم يتابعونا انه كمان نحن اكيد دائما بنقول الطبيعه الطبيعه، ولكن انا ما فيني ألجأ بأي موضوع سمعت فيه من جارة طبعا، من صديقة طبعا، لا أي شيء هي بتستعمله ممكن يوافقها وما يوافقني طبعا. يعني كثير من الأوقات نحن بنلاقي أحيانا مريضة سكر أو مريضة ضغط أو مريض كذا، فبيستخدموا علم الأعشاب بشكل عشوائي. علم الأعشاب بشكل عشوائي أو مثلا بعض الخلطات أنه ممكن هي لتنحفني أو تزيد الوزن أو كذا، فلان استفاد عليها بس أنا مو شرط أني استفاد عليها ممكن تساوي عندي نتائج عكسية. هذا الموضوع وكثير من الناس ما بينتبهوا له، ما عندهم وعي فيه، فهذا الموضوع شو بدنا نقول لهم؟ يقع فعلا هذا الشيء صح، لانه نحن نجهل خواص هذه النبته بكل مراحلها. يعني بنعرفها انه بتفيد لهالاشياء. عندك نبته مثل ورق التوت مثلا، ورق التوت مضاد اكسده جدا رائع، يعني رائع جدا بكل معنى الكلمه، يستخدم بعلم النباتات لاخفاض تخفيض الوزن. لكن إذا أجا أخذه مريض سكري بيخفض له وزنه بشكل كتير عالي لأنه خافض للسكر بشكل عالي. هاتي واحد تاني أخذه في أعشاب تنتمي إلى خوافض الضغط وخوافض الوزن. إنسان ضغطه طبيعي إذا أخذه بيتناوله بينخفض ضغطه بزيادة عن اللزوم. هاي الأشياء لأنه يعني ممكن أن نتعرف على خاصة واحدة من النبتة، لا أفقه الخواص المتعددة لها. في شيء صنفوه بالعلم الصيدلي اسمه الناتشورال ميديسن، الأدوية الطبيعية. هي كمان درست بشكل كتير دقيق وإلها معجم. يعني هاي الأشياء لازم حتى تكون عندك عن طريق مختصين وليس فقط عن طريق عشابين أو هالأمور. هي علوم رائعة، يعني تنافس علوم الصيدلة وهالأمور. هي حتى في العلوم برا، بعلوم الصيدلة في اختصاص للنباتات الطبيعية. يعني هذا الشيء اللي هاي كل العالم عم تهجم عليه، مو فقط نحن ببلادنا. ونحن الحمد لله بنتمتع بنباتات، نحن بالنسبة لنا كشرق بحوض الشرق الأوسط
المتوسط، هذا كثير بيعطينا سراء بالصيدليه تبعنا. وسبحان الله يعني كمان امهاتنا يعني مثل ما بيقولوا اكثر شيء اللي بيعرف يعالجك هو انسان محب لك، فكمان هن عندهم ثقافه كثير عاليه رائعه. لكن مو غلط اني انا كل يوم اتثقف بهذا العلم، لانه ما بتعرفي امتى بيلزمني. والقصه الفكره الاساسيه ابدا ما بحب هذا العلوم يؤخذ عن قيل وقال ولا يؤخذ عن طريق النت بدون مرجع. هي النقطه اللي فهي النقطه انا بنبه عليها اخوان، حتى وقت بيجوني على عياده وبيسالوا انه هي سمعناها، هي هذا الشيء صحيح ولا لا، تحري المعلومه بحد ذاتي انا بقول استني علي لانا اتحرى هذه المعلومه. بنرجع للمراجع الموثوقه اللي في لها ريفرنس، اللي لها مراجع علميه، لها بيبر علمي. ما بستطيع اخذ معلومه من منتدى نت، ما بستطيع اخذ وحده طلعت قالت انا استفدت، ما بيصير، لانه جسمك انت مو مثل جسمي، فهذا هو الاهم. صحيح، وهذا اللي دائما بنقوله. كثير من الناس اليوم بتتجاهل اخصائي التغذيه وبيقول لك ليك وصار متوفر على صفحات النت، ولكن انا اذا بفتح عن اي موضوع دكتوره مثلا كباحث بلاقي انه هي المعلومه وردت كذا، كثير من المواقع اكيد قص لصق قص لصق، وايضا بلاقي احيانا شيء منافي تماما للمعلومه. صح. فهون بالعكس يعني انا هون بوقع بحيره، فاللي حابب بيطلع أكثر وأكثر لازم يلجأ لشيء موثوق، يعني لازم أنا دائما بدي المصدر الموثوق للمعلومة، لأنه هاي المعلومة إذا بدي أخذها وبدي أنقلها لغيري وبدي أعطيها لغيري لازم أكون كتير على ثقة بمصدر المعلومة. صح يعني أما أحيانا نحن منقلب بشكل عشوائي بنقرأ شوي، ولكن لا، أنا إذا بدي أستفيد وبدي أفيد غيري لازم يكون المصدر موثوق بالتأكيد. صوري عزيزتي تكرار المعلومة مرتين بالنت ممكن تعملها موثوقية رائعة، تنتشر مثل الكبريت يعني وهذا اللي بصير. دكتورتنا الغالية، يعني أنا اليوم حابة كتير هيك، عندي كتير من الأسئلة، يعني مو شرط بس اللي كاتبنا ياهم الأستاذ عصام، كمان أنا بوجودك معنا هيك حابة استثمر الوقت أكثر وأكثر لحتى أنا أكون أول المستفيدين. طبعا قبل ما تكوني معنا عرضنا تقرير عن الصبارة وعن فوائد الصبارة، أكيد نحن حنعرف منك أكثر وأكثر. كتير بنسمع أنه الصبارة هي صيدلية الصحراء، بدنا نعرف شو سبب هي التسمية وليش بيقولوا عنا هيك. نسبة الماء العالية فيها، المواد المغذية اللي فيها تمتلكها هالثمرة هي البسيطة، هي تعطيك طاقة لمدة 3 أيام لقدام تنافس التمر. نسبة الماء اللي فيها العالي، نسبة البوتاسيوم، يعني إذا بدي أقعد فعلا فترة طويلة ما بكفيها ورقة، ما بكفيها حقها. ورق الصبار الجيل اللي بقلب الورق، أنا بقول معمل تجميل بحد ذاته بخفف التجاعيد والقصص. هي الجيل تبع الصبار معروف بجمالية، إذا وضع على البشرة قديه بيقلل أو بخفف عندي يا هرم البشرة. المضادات الأكسدة اللي بتحتوي لا تحتوي أي أكبر معمل كريم عالمي. كل أنواع البشرات دكتورة ولا في البشرات ممكن نتجنبها؟ تحتوي مضادات أكسدة. أنا بقول مضاد الأكسدة بيسرع عملية توليد الكولاجين داخل البشرة. مضاد الأكسدة بيعمل عندي تنظيف من سموم البشرة، بيعمل عندي تنظيم فتح المسام، لأنه مشاكل البشرة بعدم تنظيم فتح المسام، فتحة المسام كتير صار إفراز دهني كتير، عندي قلقة المسام كتير صار في عندي جفاف بالبشرة. فالفكرة الأساسية جيل الصبار مو بس مرطب ولا بس كمان بخفف هرم البشرة بيرطبها. كيف بدهم يستعملوا اليوم اللي عم يتابعنا بيقول يعني أنا شو أعمل كيف بستعمل هيك شيء؟ هلا يعني هو المشكلة نحن ورق الصبار إذا توفر يا حبذا مو غلط وبعد ما يلبس القفاز الإنسان يقص الورقة السميكة ويعصر الجيل هي يحتفظ فيه لك، حتى هو إذا عصره وفورا دهن على خط تجاعيد الوجه تبعنا. أساسا من وين بيطلع عمره للإنسان بالوجه؟ بمنطقة اللي هي عندي يا منطقة السكسوكة، هذا الخطين خطين العين عندي ياهن، وأول خط اللي ناحية الأنف ناحية العين الداخلية وخطوط الجبين هون. التقدم الكبير ببلش وزن الوش تاخده الجاذبية الأرضية ويبلش يصير عندي وش تاني، عندي ببلش التجاعيد هون. هاي المنطقة أنا قبل ما أنا أفرض على الوش هون مو مشكلة، زوايا الوش هي هون تماما بمنطقة السكسوكة، هاي اللي لازم تتغذى. كل ما كانت مرنة بتضل عندي إياها فاهي هذا الخط،
كل ما عندي وشي صح شد معي هذا الخط. اساسا انا ما بدي كمان اني انا واقف ان احنا مو نحن ضد عمليات التجميل ولا ضد الهي، لكن يعني من الغلط جدا انك انت تثقب وشك بابر وبفيلر وبهي وانت عندك اشياء طبيعيه ممكن من هلا تبلش انت تحافظي على جماليه هالمنطقه هي. بتلاقي ما هي في كسل اليوم من السيدات دكتوره، انه احنا صرنا فورا انه بدنا نلجا للتجميل، بدنا نلجا للاسرع، يعني نحن يمكن منتجات الطبيعه بدنا نطول بالنا شوي لنعرف النتائج وناخذها، اليوم نحن بدنا على السريع النتيجه، يعني انا فوت بطلع بلاقي انه النتيجه فورا، وكثير من السيدات للاسف بتندم هلا على شيء اختلفته بيكون بالخطا، ولكن بالطبيعه انا منتجات طبيعه كثير لازم ركز انه بدها وقت، يعني بدها فتره لانا اخذ نتيجه، ما هيك؟ هلا هي صناعه التجميل كلها اقيمت على مبدا بسيط هو جدا، خلق الانسان عجولا، حتى نحن بالدايتات وبالهي بنعاني فورا بده يروح يقص معدته. لك انت ما عم تقص شعرك، انت عم تقص اهم عضو رابع اهم عضو بجسمك. نحن وقت بناخذ بدراستنا ترتيب اهميه الاعضاء وبناخذ تغذيتها، يعني اذا تعارض تغذيه عضو على تغذيه عضو، يعني تعارض تغذيه كليه مع تغذيه كبد، الكبد نحن عنا اياه بالترتيب الاول، نفضل غذاء الكبد على غذاء الكلى. المعده الرابع اهم عضو بجسم الانسان، يعني انت ما بتتخيل، مو يعني انا اذا فشلت بدايت مره ومرتين روح فورا روح قص معدتي، مو فورا فشلت بمثلا المظهر الجمالي فورا حط فيلر وهالقصص هي وهي المواد اللي عم تنضخ بالوش. هلا يمكن يخانقونا تبعات التجميل، اجمالا نحن كثير مع تقدم العلم بهالمجال هذا، ونحن كثير مع تقدم العلم بجوده هاي المواد اللي عم توضع، لكن الفكره اللي صارت اني انا اوضع هاي المواد صارت العالم حتى بوشوش عم تشبه بعضها، يعني بتطلعي بتعود ما عاد في ميزه لملامحي عن ملامح هذاك الشخص او صحيح. القصص هي، فصارت انه تجاره اكثر مما هي. هي حنفوت بس بشغلتنا نحن نرجع على الصبار وهالقصص هي. هي المنطقه هي اذا دهنت بجلد الصبار بالنسبه لنا تخفف هرمه، يعني يوميا مثلا الاشياء المصنوعه من الامور الطبيعيه سنة واحدة إن هي الأنثى حافظت على دهن هاي المنطقة هاي بتحافظ على، مثلا أنا بقول جيل الصبار مو فقط يخفف تقدم علامات تقدم العمر، كمان يعيد لها شبابها ونضارتها، يعني واحدة مثلا حافظت عليها سنة تظهر بمظهر أقل من عمرها بسنتين، يعني أنا جادة بهذا الكلام لأنه نحن شفنا هاي النتائج هاي على المدى الأبعد، يعني شفنا هذا أنه فعلا حتى معامل التجميل عم تستخدم هالمادة الطبيعية تحاول تعمل لها مواد حافظة تحافظ لها على جودتها حتى شو تساوي، أما فيني أنا أفقس الهي وفورا أخذها فريش على، بتقولي فعلا مو متوفر هذا الشيء، وأنا هذا معك أنا بهالنقطة هاي، لكن إذا فرغ بإناء بسيط وكل فت كل أسبوع على مدى أسبوع أنا نهيته هذا شيء متمكن، يعني وقت بيصيح بتنزل لإيدي مو إشكال. نحن بنعرف عدم التوفر مو بكل الأحيان، لكن يوم أنا بدور بلاقي، يعني ما في هالمشاكل العالية. نقصد أي شيء نحن بنلاقيه يعني. نرجع للسمرة، السمرة غنية بالبوتاسيوم للناس اللي عندي إياها بالنسبة لي مشاكل ضغط، الناس بالنسبة السوائل بتلين الأمعاء، سحر رهيب الصبار للناس اللي عنده امساك، يعني صباره على الريق ممكن تكون تنافس التين بعمليه التليين الامعاء، ماده فيها ماده قلويه يعني بتقلون الدم، يعني مثل الليمون يعني قلونه الدم، هي علم خطير بمكافحه الامراض. المضادات الاكسده بتحويها السمره، يعني شيء رهيب بالنسبه لنا، غير انه بس بتفيد البشره بتفيد الشعر بتفيد المفاصل، الصبار بالنسبه لي كمان بيغذي بيخلي المفصل يشرب مي، يعني لانه يحتوي على مواد عضويه عندك اياها، مواد زيتيه هلاميه بتذوب بالاوساط الهلاميه تبع المفاصل. حلو. شيء مو بيغذي ذغابه الامعاء للناس اللي عندها سوء امتصاص، هي ذغابه الامعاء اذا دابت يعني شو بدي احكي يعني عليها، مشكله كبيره كثير هي، بتفوت الاكل مثل ما فات مثل ما طلع، فهي بتنشط انه نمو الخلايا الجذعيه بذغابه الامعاء الناس اللي عندها مرض كرون، الناس اللي عندها هالمشاكل هي. بس مشكلته الصبار مع مرض كرون الحبيبات اللي بقلبه، يعني نحن بنقول عم نعمل له عصير صبار بنصفيه من الحبيبات، ينتبهوا مو ياكلوا لي اياها الحبيبات تبعها مزعجه لمريض كرون، بتاخذي الماده اللي هي بعيده عن الحبيبات تبعها، ما فيني اعطيها اكل هيك بهالطريقه هي. وهكذا. حلو كتير، يعني مشكلة ليلي ما بيحب الصبارة يا دكتورة، ما في حدا حتى بتحسن المزاج، ما بتوقع نسبة قليلة يعني محبوبة مثل البطيخ.
حلو كتير. طيب بما انه يعني ذكرنا لهم بعض الفوائد، نحن دائما بنبحث عن الرشاقة، يعني الكل بيبحث عن الرشاقة اليوم، والكل بيسأل عنها، والكل ما بيحب الوزن الزايد، وكل واحد قدك بدور المياس. كل واحد بدور بطريقته. فنحن هيك بالمختصر اليوم بدنا نقول لكل حد عم يتابعنا، بدك تحصل على الرشاقة، اتبع معي تفضلي. بالمختصر مفيد. هالمهنة عاصرتها فترة طويلة، وحتى شفت يعني مبادئها والقصص، لم أجد أحلى من كلمتين بالمختصر مفيد. بدك جسم رشيق، تبع مبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هاي قاعدة إذا بدي أقعد أفسر لك إياها، سلسون لطعامك، سلسون لشرابك، سلسون لنفسك، هالقاعدتين هذا سر الرشاقة بالمختصر، يختصر مجلدات. حلو. الشيء اللي بيهمني كمان، نام بين الساعة 12 ليلا للساعة 3 ليلا، لازم هالساعات بليل معتم حتى يطلع الجروس هرمون اللي يحرق الدهن. هذا الهرمون بيفكروا فقط للعالم هو للطول، مدى ما خلصنا جوازنا 17 18 سنة وقف وظيفته، هو أهم شيء لحرق السكر داخل، لحرق الشحوم داخل الجسم. النوم بمنطقة مظلمة علم اللي 4 ساعات في قاعدة بالنوم، والوقت ايه خاصة الناس اللي أجهدت وصارت عندك يا نظام حياتها ليلي، وبنحكي لحالنا قبل ما نحكي لغيرنا. الفكرة الأساسية إنه هدول الثلاث أشياء تحافظ عليهم، أنت جسمك من أول ما فتت بمرحلة، لأنه بنعرف نحن بس ينمو الإنسان بيصير بيقل استقلابه، حافظت على جسمك بمستوى رشيق طول حياتك. هاي ثلاث قواعد، هي سر مبدأ الرشاقة. ابدا ما في قصه مالك جوعان لا تاكل، لا تتعود على شيء اسمه النقرشي، لانه نحن بيقولوا لك فين وين السناك، هذا البرنامج الضعيف لانك انت متعود على شيء سناك. الوقت الطعام له وقته، تقديسه، قعدته، عرفت كيف؟ انت لا تعود حالك على النقرشي، هي النقرشي هي اللي بتجيب السمنه اكثر من الاكل الوجبه الطبيعيه. الشيء الثاني، طلع قبل صفرتك بشوي بثانيتين، ما تملي معدتك، ترك لها مجال تكون في فضى فيها حتى تهضم. نقطة التعود الدائم، وجدوا العلماء انه انا وقت بقوم قبل شبعي بقليل ما بتستطيع المعدة تنمو، لانه انت على طول انت ما عم تضرب جدرانها بشيء مددها. حلو. ضرب هلا برمضان ليش بنفشل بتنزيل وزننا؟ عنا وجبة يا ربنا بدنا نحط فيها العصير والفواكه والقشايط والاكل والوجبة الاساسية. وبتطلع مت صفرة من هون لهون. على فكرة البساطة بالأكل، سيدنا رسول الله كان بسيط بالأكل، التنويع بالأكل رغم أنه بيوصوا فيه بالهي، لكن على قاعدة واحدة، أنا بحب الصفرة السمبل، مو بروتين مع دهون مع سكريات مع نشويات مع صحن المعكرونة، حتى لو كانت كمياتها معتدلة. يوم ركز على هالأكلة هي، ركز على الاكل هي. انا مو ضد المقبلات، لكن ضد اني انا بلش اني انا ملي معدتي، لانه المعده هي عضله، في حال انا بلشت اضرب جدرانها بالطعام حمددها. لا تلومها للمعده اذا بعد يومين طلبت منك صحن ونص، لا تلومها للمعده اذا بعد ثلاث اسبوع صارت عندك اياها اسبوع. مو غلط المعده تتركها فتره معينه انها فارغه، طبعا مو الناس اللي عم نحكي معهم اللي عندهم قرحات قويه. ونحن كمان مريض السكري ننفي هالحالتين الاستثنائيه. المعده الفارغه بتبلش تنظف سمومها، يعني بتخليها تعطيها وقت تنظف حالها بحالها يعني. هي اما هي كل شوي شوي نازل لقصه، كل شوي شوي نازل لقصه، كمان هي مشكله. وبنقول ليش وين سر الرشاقه وهي الدايت هي، وبعدين وقت تفوت على دايت بتحس جحيم، يعني جحيم لانه المزاج تعود على ربط، يعني لك انا بس في اعمل روابط رجيم عصبيه بكتئاب. لانه بين راس المعده ومناطق مراكز التركيز بالدماغ. فهي بتلاقي طالب البكالوريا، كنا ننحف على ايام البكالوريا، عندنا افه رهيبه حاليا، طالب البكالوريا بيفوت على المفاضله 10 كيلو معه زياده، كانه عم يدرس بالبراد، يعني بيقولوا لك ما عندي بكالوريا صارت حجه، يعني هذا غريب، هي الظاهره، يعني هي ما كانت منتشره ببلادنا، كنا ننحف على ايام الدراسه. أكيد. بس هالفكره هي، بس ننتبه يعني، ما بدي اياها تصير عاده انه خلصنا. هي والله صارت عاده يا دكتوره، وخصوصا بالسهره والنقرشه. واليوم يمكن اذا انت يعني، خليني اذكر مثال بسيط، اذا فتحتي
فيسبوك بعد الساعة 12 بتلاقي الجميع أونلاين، يعني بتلاقي الكل إنه كله سهران، يعني هون أنت عرفتي إنه هي عرفتي إنه هون كله سهران، ما حدا عم ينام بكير، وللأسف كل ما طولنا بالسهرة إجباري بدنا نمرر شيء فيها، بدنا ناكل قارش أكتر، بدنا عشان هيك بتزيد السمنة بالتأكيد. خلينا ننتقل مباشرة، لنحنا بنسمع كتير من الحميات إلى أسماء وإلى أنواع، وكل شخص بيقول لك هي الأفضل وهي الأفضل وهي الأفضل. خلينا اليوم نذكر هيك كم مثال. سمعنا بحمية البحر الأبيض المتوسط، بيقولوا إنه هي من أفضل الحميات، ما بعرف شو رأيك فيها، إذا بتعرفينا إياها وشو جيدة. نعم، لا بأس فيها، لأنه هي تعتمد على الزيتون وزيت الزيتون، هي رائعة جدا. في قاعدة نحن عنا بعلم التغذية، جسم ما بيتنازل عن دهن قديم لتفوت له دهن أنظف منه وأحسن منه. فلذلك أنا هاي الفكرة الأساسية، كل العالم بتفكر إنه الحميات إنه صح إنه هي أنا خالي الدسم، حليب قليل الدسم، بجبنة منزوعة الدسم، بس بندفع أسعار باهظة لهي المنتجات، وهي المنتجات سامة لمعلوماتك، لأنه هي عرضت لمركبات سامة لتنزع منها الدسم. الشغلة وقت بتنتزع دسمة، أنا بقول بينتزع خيرها، بتنتزع بركتها. أي شيء كانت حتى العوام رايح دسمه يعني رايح خيره، تمام. فالفكره انه نزع الدسم هذا من اكبر الاخطاء الشائعه اللي بتواجهنا نحن بعلم الريجيمات والقصص هي. حميه البحر المتوسط تعتمد على ادخال زيت الزيتون بكثره، الفكره الاساسيه زيت الزيتون بينقع الدهن اليابس، يعني بمصطلح عامي، وجسمك بفوت عليه دهن، بفوتي له فيتامين د للجسم، بتخلي جسمك يمتص فيتامين د اكثر، فانت هذا الفيتامين بيرفع معدل مستوى الاستقلاب. نحن وقت بنوصل مع مرضانا اول 3 4 كيلو بننزلهم بسهوله، بنصطدم بعدين بدهون تحتوي فيتامين د بنسبه اعلى، فهون الجسم بيصير بيدافع عنها، يوم بتفوتي له اياها بسخاء بيعطيك الدهن القديم بسخاء. طب تقولي لي الدهن هذا عم يرعد مكانه، هاي ابدا، الدهون لها مناطق جيده جدا مثل تزييت المفاصل، دهون الاعصاب، دهون الدماغ، هي لها 100 قرنة واستخدامها. أسوأ أنواع الدهون هي الدهون التراكمية لحمل الأحشاء، ما لازم تزداد عن حد معين حتى ما تنتقل من وظيفة حمل العضو لا ضغط على العضو. رب العالمين بيزودنا بوسائط شحمية تحمل أحشائنا الداخلية، اللي شايفتيهم إن بالإنترنت بيحاولوا إنه يحصلوا على بطن مسطح، بيحقنوا بطنهم حتى تطلع السيكس باكس، هذا شيء كتير سيء على المدى البعيد. افراغ البطن من شحمه نهائيا هذا بيعمل مشاكل على المدى البعيد على جدران الكولون، على الحركه الدوديه للامعاء. مو غلط يكون في شويه بروز بالبطن حتى يكون في نفخه ولا لا، مو ضد الجماليه نحن، لكن هالاشياء اللي بنشوفها بالمجلات وبالتلفزيون هي لا تتجاوز نسبتها بالعالم 1 بالألف، لكن البروز ما يتجاوز عن حده. الفكرة هي الدهون هي تحمل الأحشاء الداخلية، لكن وقت بيزداد عن حدها تضغط الأعضاء الداخلية فتبلش الضغط والقصص هي. إفراغ الجسم من دهونه من أكبر الأخطاء، يعني كأنك فرغتي آلة رائعة جدا من هذا الفلين تبع اللي بيحميها، هذا شيء مشكلة كبيرة كتير. فبيبلش الجسم يقول يعند بتنزيل الوزن تبعه، يفقد استقلابه، بلش الشعر يجف تر. الفكرة الأساسية مو غلط إذا بعد دايت معين بلش جسمي ما يتجاوب معي، هون بقى بلش أنا كتر من زيت الزيتون، كتر من فيتامين د، كتر من قطعة زبدة حيواني مو غلط. أنا بقول من العلاجات الرائعة لمرضى الديسك لية الخروف، زهرة الخروف، مرة واحدة بس استخدمها خلال الأسبوع مو غلط، وهي زيرو كوليسترول مثل ما كل العالم فكرة شائعة. مو غلط. إني الفكرة الأساسية اللي بدك تستغربيه، نقي العظم العالم كتير بتقرف منه، له علاجات رائعة لنا كتير، أنا ما بقدر أجبر أي حدا على أخده، لكن الفكرة في كتير له فوائد. القصة اللي بيهمني أمرها أنه أنا وقت بعطي دهن جديد نظيف، ما في شو في احسن من زيت الزيتون هديه لجسمي، شو في احلى من زيت الزيتون هديه لبشرتي لشعري، فانا اخده قبل ما ادهنه كمان، بعدين كله زيت ودهنه به مو غلط ابدا. الفكره كثير بيهمني امرها، هي قوه الحميه تبع البحر المتوسط، بتعتمد على دهون متوازنه نظيفه وجديده، والنقطه الثانيه ما بتخلي ما بتشوفيها بتصطدمي بعتبات ثبات، نزلتها معتدله. العالم كلها بتركض على الحميات سريعه المفعول، يعني عندي اسبوعين تلحقيني هلا انا وقت الحميات والحكي النصائح، يعني بدنا نكبس زرنا نلاقي دهون قعدنا نكدس فيها سنين بدي اياها باسبوعين، لا وبشترطوا قديش عدد الكيليات. انا بحد ذاتي وقت عم بتعامل الخليه الدهنيه صار لي فتره وسنين، لا اتوقع لتاني نهار انت قديش بتنزل،
لكن بدك تعطي شيء تحفيزي يعني. بعدين هذه الحمية تنقص من 5 إلى 6 كيلو في الشهر. طب وركي هذا الإنسان وزنه 105، وركي هذا الإنسان وزنه 60 عنده زيادة، صوري هذا عم يعملوه مثل هذا، يعني وين هالمنطقية بهالقصص؟ هاي الجمل البراقة هاي اللي بتوعد الناس وعود سخيفة، مو لأنه أنا بقدر عجلة الإنسان، كلياتنا فينا هذا الطبع، لكن في شيء صح وفي شيء لا، في شيء فوق المنطق، فهي هي النقطة اللي نحن جايين نوعي فيها العالم فيها. دكتورة يعني إذا بدي أحكي أنا بالمنطقي، أكثر وزن ممكن يخسره أي شخص خلال شهر واحد قديش ممكن يكون؟ بيحسب الزيادة تبعه. نحن نسمع أرقام يعني إنه ممكن شخص يخسر في بالشهر 10 و15 كيلو. في ناس عندها زيادة مثلا 5 كيلو بوزن جسمه عن الحد الطبيعي، في ناس عندها 30 كيلو في زيادة عنه. حتى نتحول من علم الرقم لعلم النسبة، يعني أي شهر إذا الإنسان اللي عم يحتوى حمية تميل إلى، لأنه نحن في عنا حمية تثبيت تحافظي على وزنك، وفي حمية تخفيض. نعم. هلا حمية التخفيض لازم ما تتجاوز تقريبا من عندي يعني نسبة الزيادة من 5 لـ10% من نسبة زيادتك بالشهر. يعني أنت عندك مثلا عندك زيادة بالنسبة لنا شيء تقريبا بدنا نقول 30 كيلو عن الحد الطبيعي، حلو الكلام؟ الصح لإلك تنزل بالشهر 4 كيلو. يعني هاي النسبة الصح لإلك، طب أنا أصبح بدي أنا أخذ بيضرب لي الأربعة ضرب الهي، مو قد يجوز الشهر اللي بعده نفس الحمية تنزلك الأربعة، بتاخذ بريك إعلاني أسبوعين وبترجع بتعاود للسرعة هاي. نظام تثبيت الوزن لو على مراحل، بتقولي لي كان أنا هيك رح أخذ سنة، طب أنت أخذت عمر لصرت بهذا الوزن، ليه ما تعطيني مثلا 6 شهور 7 شهور من وقتي؟ بعدين علامة 10 من 10 بشعة، هاي العلامة سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام فات على سفينة 10 من 10 علامة خرقها. يعني السعي للكمال هو بحد ذاته اكتئاب، وبتلاقي الناس اللي عندها مشاكل أمراض نفسية وهالقصص هاي وأمراض الوسواس القهري هي ناس بتحب الكمال. السعي للكمال نسعى للكمال، بس يعني نحن إذا ما وصلنا له ما نكتئب، يعني خلاص هذا اللي هو أنا ماني ماشي على كتاف حدا. حدا يقول لك مثلا عم تنزلي وهيك، يا رهلتي كفي انك انت اعطيتي حق لجسمك وبلشتي تهتمي فيه. لا يهتم الانسان لحكي العالم، صحيح. نحن بدنا نتمتع، نحن اللي حاملين هاي الاوزان، ما حدا غيرنا اللي حامل هالاوزان هاي، ان كان عجب هذا المنظر ولا لا. انت عملت خطوه، لا تخلي حدا غيرك يصب تهمتك. لا تخلي، في كثير ناس مو قدرانه تنزل نص كيلو، بتطلع عليك نازله 5 كيلو، بتبلش كمان العامل النفسي بعلم تنزيل الوزن كثير له علامته عنا، كتير كتير. في عنا هرمون اسمه الكورتيزول، إذا ما كان الإنسان مرتاح نفسيا هذا هرمون الإرهاق إذا ظهر بوشنا صباحا بيفشلنا بعملية التنزيل، حتى لو عملنا له تطبيقات الكرة الأرضية دايتات. يعني ما بتتخيل الإنسان اللي وقت بيكون ارتاح غير الإنسان اللي بيكون عنده هاي. وكمان في تنزيل اسمه تنزيل شغلان البال، الله لا يشغل بال حدا فعلا، هذا اللي يعني أنا أستغرب إله، هذا هو اسمه التنزيل المميت، تنزيل الممرض، هذا اللي هو تنزيل الوزن بتلاقيه كاين ما في شيء شغل له باله، لا سمح الله مرض شغله، بتلاقيه ب5 أيام قضي على دهونه بطريقة مدمرة. صحيح. فالفكرة إنه لا بدنا هيك ولا بدنا هيك، الله إلهي ينزلنا بالعافية. إنسان فاق الصبح ما عنده آلام، عنده آلام متحتملة ممكن يعالجها عن جد عن جد، يشعر بالسعادة. لأنه ما بتتخيلي الإنسان اللي فاقد عنصر العافية قديه محروم من أشياء كبيرة. أيوة. فيعني ليش ما نستمتع حتى بالأشياء البسيطة؟ يعني الناس اللي عندها مشاكل مرضية عندها هي تطلع على العضو، على فكرة العافية بتعدي أكثر من المرض. عندي مرض معين مثلا لا سمح الله بمنطقة بركبة بظهر بإرنة معينة، خلي العضو السليم يعافي العضو، العافية من الله. حتى بقول إنه أنا مثلا عندي هذا العضو سليم الحمد لله، العافية بتنتقل أكثر من المرض على فكرة. حلو. بس نحن متعودين بمخنا ننقل المرض للجسم السليم أكثر، لأنه نحن سبحان الله سوداويين صايرين بهالأيام هاي. حلو كتير، وهي جرعات العافية اللي عم تعطينا إياها إن شاء الله يا رب توصل للجميع. بدي أسأل أيضا دكتورة، أنه نحن أكتريتنا وخصوصا النساء بتعاني من يعني سمنة نوعا ما بين البطن وبين الأرداف، فكتير بيشتكوا منها وخصوصا بعد عمليات قيصريات، بتلاقي أنه كتير زاد هذا الشيء. فاليوم شو بتقليلون على شو يركزوا؟ بيقولوا لوز، بيقولوا زيت الزيتون اللي كنا عم نذكره
قبل شوي، في ناس بتقول لك الثوم، يعني كثير نسمع هيك كلمات بس بدنا نعرف منك. هلا اول شيء هاي العمليات كثرت بشكل كثير كبير، عمليات ازاله الرحم وعمليات القيصريه. للاسف هذا الحكي انا عم لاقيها، يعني عمليه ايه يعني صرنا كانت كل 10 حالات ولاده طبيعيه تظهرنا حاله قيصريه. هلا صارت ما في حاله ايه حالة. حتى هلا ندرت الحالات الولاده الطبيعيه، لا ادري لماذا. بغض النظر، اول شيء رح احكي اتجه للصبايا الحلوين اللي لسه ما تزوجوا، اللي لسه ما حملت. لهي بتوجه بالحكي للانثى اللي لسه ما قام بعم بطنها اي عمليه، ما صار ما تعرضت للحمل، من هلا عودي جلدة بطنك على المرونه. يعني مثل ما بتعتني ببشرتك تماما اعتني ببطنك. يعني مو غلط انا مالي لا متزوجه ولا شيء اني ادهن بطني شوي، اعمل له مرونه. نعملنا كم تمرين بلع بطن بالمكتب ونحن عم قاعدين 8 ساعات بمكتبنا، بلع البطن وشده. لبس مشد ساعة واحدة والمشي فيه، يعني أنا بقول أنا ضد المشي بالمشدات بشكل كتير عالي أبدا، حتى حقلها للأنثى اللي ولدانة بعد 40 تبلش فورا تلبس مشد، كل 3 ساعات تريح ساعة بالنوم ما في مشد مشان ما يضايق الكلوي. أنا مع شد البطن بالمشد عندي إياه بعد عملية فترات الولادة. القصة حكينا هلا عن جيل الصبار، في كتير منتجات فيها جيل الصبار، في مادة اسمها زبدة الكاكاو كتير بتعمل مرونة لجلدة البطن قبل وبعد هاي العمليات. يعني حتى لو بنتك لسه ما تزوجت وهيك علميها كيف تهتم ببطنها، لأنه صار في حمل هلا أول حمل من هلا بلشي دهني البطن، لأنه هلا بده يتمدد هلا، مو تستنى التشقق يظهر ونعمل هيك وبعدين تدمرت الخلية الجلدية والكولاجين نجي نقول تعي عالجي لي التشققات. الفكرة بالفعل الجرح القيصرية مهما كان تجميلي يعمل تشوه فوق الجرح وتحته، وغير هيك الشرخ العضلي بيعمل ضعف بالعضلي، فبتصير منطقة رائعة لتراكم الدهون ومناظر، وبتصير جلدة البطن هي التشوهات بالبطن. ما بخبي، بحكي بحب الحكي الواقعي، الريجيمات لا تعمل اي شيء للبطن كجماليات. كجماليات ممكن انا نضقيم الدهن اللي تحت البطن وحتى زيد جلدته ترهلا، لكن انا اذا اجيت لعامل التجميل انا يا جماعه بقول يا روحوا شدوا البطن ولا تشفطوا، يعني انا ضد الشفط لانه بيخرب المجاري الليمفيه، لانه الشفط بيضيق المجاري الليمفيه، بعد شوي زادت وزنها بتطلع على مناطق تانية، فبيفقد الجسم عامل تناظريته، بلاقي جسمي صار حلو سنتين بعد 3 سنين منظر، يعني يا ريت اللي كان ما اللي كان. اكذب عليكي، كتجميليا عمليات الشد انجح بالنسبة لنا من عمليات الشفط. يعني نحن ممكن ننزل هالدهن هذا تحت، لكن جلدة البطن كيس البطن وين نروح فيها المساحات العالية من الجلد؟ نحكي اللي قلنا ونحكي اللي علينا. هلا برجع بقول يمكن هلا التجميل يجاجمونا، بس الفكرة انه نحكي كواقع بعد النتائج أكيد. وحتى أكيد. دكتور التجميل بيعرف هاي المعلومة هي. بس الفكرة الأساسية إنه أنا إذا بدك تلجأ إلى هاي العمليات الشد أفضل من هاي. بتقلي طب أنا بدي أشفط عندي هاي، بتروحي بتنزي بالأمور اللي أنت بتقدري عليها بالشكل الطبيعي، أما تشفطي تخربي المجاري الليمفية هذا شيء غلط جدا. طيب وإذا قلنا لهم من الطبيعة شيء بيساعد اليوم للسيدة، شيء بيقول علامة مثلا بيحسن درجتين ثلاثة، برجع بقول زبدة الكاكاو كتير رائع الدهن فيها قبل وبعد، حتى بيهمني أمره إنه بتدهن بطنه بهالزبدة هي، بتلبس المشد ساعة بتعمل تمرينات رياضية حركات بيتها شغل بيتها. الشيء الثاني اللي بيفيدها بعملية هالقصص هي كلياتها مادة اسمها البان الدكر، البان الدكر كتير رائع على فكرة، مضاد أكسدة، إذا بعمل 7 حلقات عليه ما بقول لا، هو بيولد عندك بينشط معمل الكولاجين بخلايا الجسم كلها مو بس بالوجه، بيساعد الكولاجين العضلي بالبطن يرجع مرونته يشد معنا. النقطة الثانية تنزيل الوزن صح بحيث الخلايا الدهنية ما تضغط كل هالضغوطات للأمام. الشيء الثاني كل العالم بتفكر إنه تمرين المعدة هو اللي بيشد البطن، هو بيجعلك البطن ما بيشده، التمرين المعاكس له هو الأصع هو اللي بيشد البطن. يعني أنت لو بتلاحظي إنه تمرين المعدة فائدته فقط تجي بأول تلت فيه، أما تلتين التانيات كل الضغط العضلات على أسفل الظهر، اللي عندها مشاكل بالظهر عندك يا بيصير مع انقراص مع فترة زيادة وزن، بتلاقي حالة ظهرها انضرب، بيعملوا لها يا 100 حركة وبالنادي وبالهي. للأسف حتى نحن علم الرياضة نفقه استعماله، بتلاقي واحدة وزنها 105 كيلو عم يعملوها مثل واحدة وزنها 60 كيلو، هي حاملة 3 أناني غاز على مفاصلها، كيف بتعمل لها تمرينات مثل واحدة وزنها معتدل؟ يعني بعد يومين بالنادي بتلاقي رايح معها انقراص ورايح معها مشاكل بالركبة وبطلت الرياضة وأخذت عن الرياضة فكرة سيئة. نحن طريقة التعاون مع الرياضة مو صح. صحيح. يعني أنا تمرين المعدة ما بلاقي أبداً
بيدوب البطن بيشد المعده من فوق، لكن عضلات اسفل البطن. واسالي مين ما بدك بالخبراء الرياضه الاجانب اللي بيفهموا صح بعلم الرياضه، انه التمرين المعاكس اللي هو شد البطن كيف بيعملوا مثلا بيقولوا الاصع، ايوه الاصع هو اللي بيشد العضله السفليه للهي، حمل الرجل على البطن هي اللي بتشد هاي العضله. مو كل الاحيان بعض الرياضات اللي نحن بناخذها مثل تبع ولا الضالون امون هي يكون صح. يعني هذا الفكره الاساسيه ننتبه، ناخذ هالعلم حتى علم الرياضه والله علم، يعني ما بعرف شو بدي احكي. بتفوت الوحده على الرياضه جاي تنزل وزنها بتطلع زايد وزنها، ما بينبهوها انه الرياضه احيانا ببعض الاوزان بتعمل زياده وزن عضل، ما بينبهوها انه هذا التمرين بيعمل عضله جاي تنزل اوراقها بيقعدوها على بسكليتها على القاعد تطلع باوراق عاليه. يعني في اشياء كثير مدمره بالاساس، في اخطاء كثير اكيد. بدي انتقل لحميه ثانيه هيك على السريع احكي عنها، يمكن اسمها أتكنز طبعا، ما هيك مشهوره معلمه كمان، بدنا نعرف هيك تعريف سريع عنها شو بتنصحي. هل الحميه تعتمد على نسبه بروتينات عاليه، ما بخفي نتائجها السريعه باول اسبوعين، لكن هي تعتمد على سر، يعني سر تنزيلها هي بتعصر الدهن ما بتحرق الدهن. يعني نحن بنعرف الخليه الدهنيه في الاسيتوبلازما بتحافظ لك على الخليه الدهنيه، لكن باي وقت ممكن تنتبش واكثر من ما كان. فهي هون هي نقطه ضعفها، انه بعد ما توقفيها بتزدادي اكثر منها. لكن في طرق لتوقيفها بفهم، يعني بالنسبه لنا بنحاول انه الناس المستعجله جدا تطبق عليها. حتى هلا حميه الكيتو، حميه الكيتو قواعدها هلا كثير هلا منتشره مثل يعني كثير عالميا، ما بخفي فوائدها حمية الكيتو، لكن كمان بدك تنتبه وقت بتوقفها شلون توقفها. حمية الأتكنز ما بخفي فوائدها السريعة، لكن بدك تنتبه وقت بدك توقفها شلون بدك توقفها. النقطة الثانية لا تستخدمها بفترات طويلة، يعني عرفت كيف علي؟ بيصير عندي يا اسمه شراسة بالخلية الدهنية بعدها. مشكلة هاي الحميات بتعمل شراسة بالخلية الدهنية بعد ما تتوقف نوعا ما. معنى شراسة بالخلية الدهنية مشان اللي عم يتابعنا، يعني الشراسة بتصير ذكية أكثر خبرة. أنا بقول للمرضاي إنه الخلية الدهنية أذكى من الخلية الدماغية بسبع أضعاف. يعني لنفرض أنت عندك طالب كسلان، أعطيتيه أول دورة سقط بالامتحان، ثاني دورة كررتي له أسئلة الدورات، كررتي له بعد دورتين بتلاقيه صار طالب شاطر، ما بالك بخلية دهنية أذكى مني ومنك؟ عم تكرري لها نفس الدايت اللي استفدتي عليه من سنة. أي إنسان عمل دايت واستفاد عليه ثاني مرة يعيده، شوف قديش كفاءته قلت. ونفس النتائج. طبعاً، لأنه الخلية الدهنية أخذت الداتا تبعه. فالفكرة الأساسية أنا مع إنه الإنسان كل شهرين يعرض جسمه لحمية أسبوعين. الحميات المتتالية، لكن نحن بنتعرض لناس عندها قرارات بدها تنزل وزنها، يعني ما فينا ما نكون مع أخصائي نتابع، لأنه لكل حمية لها سلبياتها. فنحن بنيجي بنعمل حميات معينة وبنعمل حمية اسمها حمية تنظيف من دون ما ندري هذا الإنسان إنك أنت بهالحمية ما رح تخسر وزنك. بنفوتها شوي ما بين وراء جدار. شو هي دكتورة؟ حمية التنظيف، لأنه أي حمية بتنكت لك الخلية الدهنية في لها آثار الحرق، يعني أي صوبية شعلتيها بده يكلنا شحار. صحيح. أنت عم تحرقي شيء أكثر من اللازم بهالفترة هي. فلازم حميات التنظيف تجي بعد هالحميات مشان ضل الجسم معنا يشتغل. فنحن كثير بنمرق هاي الحميات بعد حمية أتكنز بعد حمية الهي، لأنه بهمنا عامل الصحي للمريض، حتى لو هو راكد على الوزن نحن راكدين على صحته. فهي الأشياء هي بخبرتنا بنفوتها بقى، بحيث إنه نعمل تنظيف لهي لترجع تتجاوب معنا مع حميات أخرى. حلو كتير أكيد. أيضا ما بعرف هلأ قبل ما نختم، يعني أنا ببالي كتير من الحميات وكتير من الأسئلة، بس أنا يعني عيني على الوقت ما شايفتيني عم بسأله إنه قد بدنا، مشان بدي أحاول إني أخذ أسئلة أكثر وأكثر، ولكن للأسف يعني وقتنا للأسف انتهى دكتورتنا الغالية. إن شاء الله يا رب بيكون إلي أول الناس من المستفيدين مع حضرتك لقاءات قادمة، والمشاهدين أيضا، وإن شاء الله يكونوا استفادوا من المعلومات الهامة اللي قدمتينا ياها لليوم. بدي اشكر وجودك معنا دكتورة ثواب الغبرة، نورتينا ويعطيكي الف شكراً عافية. شكرا، منورة بأهلك. 100 اهلا وسهلا، 100 هلا فيكي. شكرا لك.